بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو راح نتعلم طريقة رسم دائرة كهربائية بسيطة في برنامج الملتزم وتشغيلها وقياس الفولتية والتيار في هذه الدائرة. فلإدراج مكون من المكونات الكهربائية نقوم بالضغط على أي مكون من هذه المكونات الموجودة في هذا المكان، وراح تظهر لنا قائمة اختيار المكون الكهربائي. توجد عدة طرق لاختيار المكونات الكهربائية. أفضل طريقة هي بالذهاب إلى هذه القائمة والذهاب إلى All Group، وفي مربع البحث كتابة اسم المكون المطلوب إدراجه. باعتبار إحنا نحتاج إلى DC Power، فنقوم بكتابة كلمة DC، فراح تظهر لنا كل المكونات الكهربائية التي تحتوي على كلمة DC. فنذهب إلى DC Power ونقوم بتأشيره والضغط على OK. فراح يكون عندنا مع المؤشر هي صورة الدي سي باور. نقوم بوضعه في المكان المطلوب عن طريق النقر بالزر الأيسر، وبعد النقر بالزر الأيسر راح يتم إدراج هذا المكون الكهربائي، وترجع نافذة اختيار المكون بالظهور مرة ثانية في حال أنه عندنا أكثر من مكون كهربائي نحتاج إدراجه في هذه الدائرة الكهربائية. باعتبار احنا نحتاج اذا مصدرين للطاقة، راح نضغط ايضا على كلمة اوكي مباشرة لادراج المصدر الثاني للطاقة. ونحتاج الان الى ثلاث مقاومات. نقوم بكتابة ريسيستور او RES، راح تظهر لنا ريسيستور ريتد. نقوم بالضغط على كلمة اوكي وراح تظهر لنا الريسيستور. نقوم بادراج مقاومة، راح تظهر لنا القاومة مرة ثانية. نقوم مباشرة بالضغط على اوكي، راح تظهر لنا المقاومة الثانية. بالضغط مباشرة على أوكي راح تظهر لنا المقاومة الثالثة. الآن نحتاج إلى مكون آخر وهو الجراوند. في برنامج الملتزم لا تستطيع تشغيل دائرة كهربائية بدون اتصالها بالخط الأرضي. نقوم بإدراج مكون الجراوند، وبهذه الحالة أنهينا مكونات الدائرة الكهربائية البسيطة، ونقوم بإلغاء نافذة إضافة المكونات. نستطيع الآن تحديد كل هذه العناصر عن طريق الضغط المطول بالزر الأيسر للفأرة، وتحديد جميع العناصر من خلال السحب وتحديد كل العناصر. وراح يكون عندي كل العناصر محددة، أستطيع تحريك كل العناصر مرة واحدة بعد تحديد كل العناصر وتغيير مكانها، أو تحديد مجموعة من العناصر وتغيير مكانها من مكان إلى آخر أيضا بالسحب والإفلات. نقوم بترتيب الدائرة الكهربائية. نستطيع تغيير دوران المكون الكهربائي من خلال الضغط على الكليك الأيمن للفأرة والذهاب إلى روتيت 90 درجة اتجاه الساعة. ونستطيع تغيير قيمة المقاومة أو قيمة الباور من خلال الضغط مرتين بالكليك الأيسر للفأرة، وراح تظهر لنا قائمة خصائص هذا المكون من خلال قائمة الفاليو القيمة والذهاب إلى الريسيستنس وتغيير قيمة المقاومة. على سبيل المثال إذا أردنا القيمة تكون بالأوم راح نتركها بهذه الطريقة، فإذا أردنا كتابة 5 كيلو في هذه المقاومة فأما نقوم بكتابة 5000 أوم وراح تساوي 5 كيلو أوم، أو كتابة 5 وحرف كي وراح يتحول الأوم إلى كي وراح تكون قيمتها 5 كيلو أوم. وكذلك بالنسبة لهذه المقاومة نقوم بالنقر مرتين بالزر الأيسر للفأرة وتغيير قيمة المقاومة. كذلك بالنسبة إلى الباور نستطيع بالنقر مرتين بالزر الأيسر للفأرة وتغيير قيمة الفولت لهذا المصدر الكهربائي. الآن تم تحديث قيم هذه المكونات الكهربائية، فنقوم بربط مكون بآخر عن طريق النقر بأحد أطراف المكون الكهربائي، والنقر مرة واحدة بالزر الأيسر للفأرة. راح يظهر لنا سلك كهربائي نقوم بتمديده إلى أن نصل إلى المكون المراد الربط معه، راح يتحول باللون الأحمر، وهذا دليل على أنه تم ربط هذا المكون مع هذا المكون. نقوم بالوقوف بالطرف الثاني لهذا المكون، راح يظهر لنا هذا المؤشر، وهذا دليل على أنه أنا واقف على طرف هذا المكون. فعند النقر بالزر الأيسر للفأرة مرة واحدة راح يظهر لي السلك الكهربائي، وأستطيع توصيله إلى المكون الكهربائي الثاني. كذلك أقف على هذا المكون وأقوم بإخراج سلك وربطه بسلك آخر أو بمكون كهربائي آخر. في حال أنه أخطأنا في سلك معين أو في مكون كهربائي معين، فنستطيع قطع السلك من خلال
نقر مرتين بالزر الأيسر للفأرة، ونقوم بتأشير هذا السلك مرة ثانية من خلال النقر عليه مرة واحدة بالزر الأيسر للفأرة والضغط على ديليت، راح ينحذف عندنا هذا السلك الكهربائي. وأيضا المكون الكهربائي إذا أردنا نحذفه نقوم بالنقر عليه والضغط على ديليت، فراح ينحذف هذا المكون الكهربائي بالكامل. الآن إذا أردنا الرجوع إلى سحب سلك كهربائي من هذا المكون، نقوم بالوقوف على أحد الأطراف ونقوم بسحب سلك كهربائي. إذا أردنا أن نمد هذا السلك الكهربائي للأسفل ثم الصعود، نقوم بالنقر مرة واحدة في المكان اللي نريد نتوقف به نقرة واحدة، ثم الصعود مرة ثانية إلى المكون الكهربائي، وراح يكون عندنا بالشكل المطلوب. أيضا نقف على هذا المكون وربطه بهذا المكون الكهربائي. الآن تم إكمال الدائرة الكهربائية. نستطيع تشغيل هذه الدائرة الكهربائية من خلال الضغط على الزر Run باللون الأخضر أو الضغط على F5. الآن تم تشغيل هذه الدائرة الكهربائية. نستطيع الآن فحص هذه الدائرة الكهربائية من خلال استخدام المالتيميتر الموجود في هذه القائمة، ولكن لا نستطيع التغيير في هذه القائمة الكهربائية إلا بعد إيقاف تشغيل هذه الدائرة الكهربائية وإجراء التغيير ومن ثم تشغيل هذه الدائرة الكهربائية. نقوم بالذهاب إلى هذه القائمة واستخدام أول شكل في هذه القائمة وهو المالتيميتر. نقوم بالنقر عليه مرة واحدة فراح يظهر عندنا المالتيميتر. المالتيميتر نقوم بربطه أما توالي أو على التوازي، فإذا أردنا قياس الفولتية نقوم بربط هذا الجهاز على التوازي مع المكون الكهربائي اللي نريد نقيس الفولتية في هذا المكون. الآن نقوم بالنقر على جهاز المالتيميتر، راح يظهر لنا طرق قياس هذا الجهاز. نستطيع من خلاله قياس شدة التيار والجهد الكهربائي والمقاومة. الآن إذا أردنا قياس الفولتية على هذا المكون الكهربائي، نقوم بربط هذا الجهاز على التوازي مع هذا المكون الكهربائي عن طريق الوقوف على أحد الأطراف وسحب سلك من هذا الطرف وربطه على أحد أطراف المكون الكهربائي، وسحب سلك ثاني وربطه على الطرف الثاني. الآن تم ربط هذا الجهاز بالتوازي مع هذا المكون الكهربائي. الآن عند التشغيل الدائرة الكهربائية والنقر مرتين على هذا المكون الكهربائي، وراح يظهر لنا 10 فولت وهو مقدار الجهد الكهربائي على هذا المكون الكهربائي. نستطيع أيضا قياس شدة التيار من خلال ربط جهاز المالتيميتر مع أي مكون كهربائي، ولكن يجب ربطه على التوالي. فإذا أردنا معرفة التيار المار في هذا السلك، نقوم بربط هذا الجهاز بالتوالي مع هذا المكون الكهربائي وهذه النقطة الكهربائية، فنقوم بحذف هذا السلك الكهربائي وربط جهاز المالتيميتر مع المكون الكهربائي الأول وربط الطرف الثاني مع العقدة الكهربائية الثانية. الآن تم ربط هذا الجهاز بالتوالي مع هذه العقدة الكهربائية وهذا المكون الكهربائي، ونقوم بالتحويل إلى قياس أمبير. الآن إذا شغلنا الدائرة الكهربائية ونقوم بالنقر مرتين على جهاز المالتيميتر، فراح يظهر لنا مقدار التيار المار في هذا السلك الكهربائي. وبنفس الوقت نستطيع رؤية مقدار الفولتية الموجودة على هذه المقاومة. هذا أهم ما موجود في رسم دائرة كهربائية في برنامج مالتزم وقياس فرق الجهد والتيار في هذه الدائرة الكهربائية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.